مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، حيث نستعرض فيه أهم ما جاء في الصحف المحلية العربية وكذلك الدولية. تابعونا بعد فاصل قصير. في زمان نحن أحوج فيه ما نكون في صف واحد، قالت صحيفة القدس العربي: يعود من جديد الحديث مجددا عن إنشاء إقليم سني في العراق يتمتع بالحكم الذاتي بهدف تحويل المحافظات الشرقية من العراق إلى مراكز مستقلة إداريا عن الحكومة المركزية. يرى المفرجي أن هذه الفكرة رغم دوافعها القانونية لا تصب في مصلحة البلد ولا المواطن، بل تعد وسيلة لمساومات سياسية لبعض الشخصيات السنية للحصول على مزايا سياسية. ويشير الكاتب إلى أن الفيدرالية في العراق أظهرت هشاشة نظام الحكم وغياب الرؤية السيادية، مما يجعل فكرة إنشاء إقليم سني تعبيرا عن فشل العملية السياسية بشكلها الطائفي. عادت الدعوات إلى إنشاء إقليم سني يتمتع بالحكم الذاتي إلى الظهور بهدف تحويل المحافظات الشرقية إلى مراكز مستقلة إداريا عن الحكومة المركزية، ردا لحالة التشظي الطائفي الذي يشهده البلد، في خطوة قد تجر العراق إلى المزيد من الانقسام والتشرذم وتفتيته إلى دويلات. ثمة من يرى أن فكرة إنشاء إقليم سني على الرغم من حقيقة دوافعه القانونية الناتجة من حقيقة السياسة الطائفية التي مورست ضد المجتمع السني بعد أن أعاق النظام الطائفي عملية بناء الدولة وبناء هوية وطنية مشتركة، لا يذهب لصالح البلد ولا يمثل إلا ورقة مساومة سياسية لبعض الشخصيات السنية للحصول على مزايا سياسية في الوقت الذي شكل عامل الأفضلية الطائفية محور الصراع السياسي في الدولة منذ 2003. يبدو أن تزامن ظهور هذا الطرح إلى الواجهة مع تصاعد نفوذ بعض زعماء وشيوخ هذه المناطق يخفي في طياته حاجة البعض إلى زيادة النفوذ، تماشياً مع ما يقال ويرسم للعراق وللشرق الأوسط في المستقبل، على الرغم من القناعة التامة بإصرار رفض النظام السياسي الحاكم في العراق وبعض الدول المجاورة لهذا المشروع، ما قد يحوله في نهاية المطاف إلى حالة من حالات الترويج الإعلامي في ظل الواقع السياسي الطائفي الراهن في العراق، وليجعل في النهاية من أطروحات تشكيل أقاليم جديدة في العراق ورقة خاسرة في سوق المناورات السياسية والزعامات القبلية. وفي صحيفة العربي الجديد يناقش إياد الدليمي وضع القوات الأمريكية في العراق وتأثيرها على الساحة السياسية رغم انسحاب القوات الأمريكية في العام 2011. عادت هذه القوات بطلب من الحكومة في العراق لمواجهة تهديد تنظيم داعش. يوضح الدليمي أن وجود القوات الأمريكية بات مصدراً للتوتر بين القوى السياسية العراقية، ويستخدم كأداة في نفس الوقت لتحقيق مكاسب سياسية بحتة. يشير الكاتب إلى أن الفصائل المسلحة تستغل هذا الوجود كذريعة لتبرير وجودها وحيازتها للأسلحة، مما يعمق من حالة عدم الاستقرار في العراق. تحول الوجود الأمريكي في العراق مسمار جحا الذي تتذرع به دائماً الفصائل المسلحة وقواها السياسية في البرلمان العراقي، فهي الحجة التي طالما تستخدمها من أجل تصعيد مواقفها، وفي كثير من الأحيان يكون هذا التصعيد غير موجه فعلياً إلى تلك القوات ووجودها في العراق، وإنما ضد كتل سياسية منافسة أو حتى ضد الحكومة بغية إحراجها وصولاً إلى مكاسب بعينها تريدها تلك الفصائل المسلحة وقواها السياسية، أو حتى تريدها إيران في بعض الأحيان من الولايات المتحدة، في إطار حالة الشد والجذب التي تعيشها طهران مع واشنطن بخصوص ملفات كثيرة
لذلك يمكن القول إن وجود القوات الأمريكية في العراق تحول من حاجة عراقية رسمية بسبب وجود تهديدات للجماعات والتنظيمات المتطرفة إلى حاجة للفصائل المسلحة الموالية لإيران، ومن خلفهم إيران طبعاً، فهي دائماً ما تريد أن يبقى مسمار جحا حجة لوجودها والاحتفاظها بترسانة أسلحة كبيرة تفوق في بعض قدراتها ترسانة الجيش العراقي. المهم أن الفصائل المسلحة التي تقصف من حين إلى آخر مواقع وقواعد أمريكية في العراق وحتى في سوريا ستكون أكثر الأطراف المتضررة من هذا الانسحاب، لأنها ببساطة لا تريد أن يضيع منها مسمار جحا، وهي التي تدرك أن سحب أمريكا لقواتها من العراق سيطلق يد تلك القوات في التعامل مع الخطر الذي تشكله هذه الميليشيات. وتحت نير ظلم الاحتلال وحكوماته، حيث يكتب سعد جاسم الكعبي عن الفشل المستمر للحكومات العراقية في تلبية احتياجات الشعب الأساسية مثل السكن والكهرباء والبطالة، يشير الكعبي إلى الوعود الحكومية المتكررة التي لم تتحقق واحدة منها على الأقل، مثل مشروع مترو بغداد ومبادرة السكن داري. يؤكد الكاتب أن الحلول التجميلية مثل بناء المجسرات وطلاء الأرصفة لا تكفي لمعالجة الأزمات العميقة التي يواجهها العراقيون، مطالبا الحكومة الحالية بتركيز جهودها كافة على تحسين الظروف المعيشية الأساسية للمواطنين. الحكومات العراقية بعد التغيير وعدت العراقيين بحل قضية الكهرباء منذ سنين وأن مشكلتها ستنتهي، ولكن مع الأسف لم تفي بوعدها، بل طالت المدة لأمد غير معلوم بعد الكشف عن عقود الكهرباء الوهمية ونهب أموال قدرت بنحو 81 مليار دولار. أيضاً وعدت الحكومة المواطنين بمشاريع استثمارية وخدمية كثيرة، ولكن أي منها لم يتحقق على أرض الواقع، فإن مشروع مترو بغداد لحل أزمة النقل، وإن مشروع مبادرة السكن لحل أزمتها، وإن آلاف الوظائف لحل مشكلة البطالة، والكثير الكثير من المشاريع التي نسمع بها فقط ولا نراها. ليست الحكومة وحدها من تكذب، بل كل الأحزاب السياسية، فكل الأحزاب لها برامج وطنية، ولكن في الواقع تعمل لنفسها فقط، تدعي خدمة المواطن، وما أن تصل إلى السلطة حتى ترى أتباعها ومؤيديها في المقدمة، فالمسؤولون والسياسيون يكذبون أيضاً، فكم من وعود لمسؤولين ولا وفاء. خذ مثلاً الحصة التموينية التي تأتي متأخرة وناقصة رغم الوعود والعهود، أما السياسيون فزادهم أصبح الكذب، وذلك عندما يستنكرون رواتبهم العالية وتحت قبة البرلمان يرفضون تخفيضها، فأي كذب ونفاق هذا؟ بينما العالم يموج في الظلمات، نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريراً تكشف فيه لافدين موريس وسفيان طه معاً عن العنف والحرمان المتفشي في السجون الإسرائيلية من خلال شهادات سجناء فلسطينيين سابقين وتقارير طبية. يوثق التقرير وفاة سجناء بسبب الإهمال الطبي والضرب الشديد، مشيراً إلى تدهور الظروف في السجون الإسرائيلية منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر، وينقل التقرير شهادات السجناء حول التعذيب والحرمان من الطعام والرعاية الطبية كذلك، ويشير إلى تصريحات المسؤولين الإسرائيليين حول تقليل وقت الاستحمام وتقليل الطعام كذلك كوسيلة للردع والتعذيب. تقول جماعات حقوق الإنسان إن الظروف في السجون الإسرائيلية المزدحمة تدهورت بشكل خطير، ووصف السجناء الفلسطينيون السابقون الضرب الروتيني الذي كان يتم في كثير من الأحيان على زنازين أو أقسام كاملة
عادة بالهروات وأحيانا بالكلاب، وقالوا إنهم حرموا من الطعام الكافي والرعاية الطبية وتعرضوا للإساءة النفسية والجسدية. وتفاخر المتطرف بنكفير بأنه قلل بشكل كبير من وقت الاستحمام وقلل من الطعام المقدم للأسرى الفلسطينيين، فقال إن الحل الأبسط للاكتظاظ في السجون سيكون عقوبة الإعدام. وتنتشر التقارير عن حرمان السجناء السابقين من المساعدة الطبية في شهاداتهم. كان من الممكن تجنب وفاة محمد الصبار 21 عاماً في 28 من شباط فبراير لو تم علاج حالته المزمنة بشكل صحيح وفقاً لروسين من أطباء إسرائيليون من أجل حقوق الإنسان الذي حضر تشريح جثته. وقد تقدمت جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل بعريضة إلى المحكمة العليا في نيسان أبريل بشأن ما وصفته بأنه سياسة تجويع. وكتب بنكفير إلى المجموعة مدعياً الفضل في هذه السياسة قائلاً إنه يعمل على تدهور ظروف السجناء الأمنيين لخلق الردع بحسب جمعية حقوق المواطن. وعن احتلال شب عن التوقيف القتل والإجرام نظر تفكك الاحتلال، هائتس عدونت دولة نتنياهو فقدت السيطرة على اليمين المتطرف. في افتتاحية صحيفة هارتس الإسرائيلية تبرز الصحفية التي شهدت إسرائيل معتبرة أنها دليل واضح ودامغ على تفكك الدولة تحت قيادة نتنياهو، تشير الصحيفة إلى حادث اغتصاب في معتقل سيدي تيمان وتمرد الجنود هناك في قاعدة بيت ليد كأمثلة على تفشي الفوضى داخل الجيش الإسرائيلي. تؤكد الصحيفة أن الدولة فقدت السيطرة على اليمين المتطرف مما ينذر بعواقب وخيمة كثيرة على استقرار إسرائيل نفسها في المستقبل. أثبتت سلسلة الأحداث التي شهدها معتقل سيدي تيمان وقاعدة بيت ليد في شارون داخل الأراضي المحتلة تفكك دولة الاحتلال الإسرائيلي تحت يد بنيامين نتنياهو وفقاً لصحيفة هارتس العبرية. وأكدت الصحيفة في افتتاحيتها أن سلسلة الأحداث دليل حي ومباشر على مسيرة التفكك لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وأن كل حلقة في السلسلة تشير إلى عفن منظوماتي وتداخلها جميعاً فتاك. وأشارت الصحيفة إلى أن رجال شرطة التحقيق العسكري اقتحموا المعتقل وأوقفوا للتحقيق 9 جنود احتياط للاشتباه بالاغتصاب لمعتقل فلسطيني. هذه هي المرحلة الأولى في سلسلة العفن. في أثناء الاعتقال رفض بعض الجنود الإخلاء وتمترسوا في المكان ورشوا غاز الفلفل على رجال شرطة التحقيق العسكري، سلوك يشهد على تشويش المنظومات في داخل الجيش. وختمت الصحيفة بالقول إن دولة نتنياهو فقدت السيطرة على اليمين المتطرف، من يزرع الفوضى يحصد الفوضى، إذا لم يوقفوهم فإنهم سيفككون الدولة بشكل نهائي. هذه الحلقة مستمرة لكن بعد الكاريكاتير. ويؤثرون على أنفسهم البقاء. أخيراً تناول تقرير عن غزة حيث يكافح الفلسطينيون الذين تركوا منازلهم عنوة بسبب قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي للبقاء في ظل ظروف صعبة للغاية في مخيمات مؤقتة.
يصف التقرير الأوضاع المأساوية لهؤلاء النازحين الذين نصبوا الخيام في مقبرة غرب مدينة خان يونس، ويشير التقرير إلى التحديات اليومية التي يواجهونها للحصول على أساسيات الحياة الآدمية مثل الطعام والمأوى والرعاية الصحية. الآن نتابع وإياكم فيديو اليوم. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.